سؤال تاني مهم، انه التغييرات طبقا لسير المباراه، صحيح ممكن وانت كسبان عايز تحافظ على فوزك فبتغير تغييرات دفاعيه، وانت الله يقدر خسران بتغير تغييرات هجوميه. المباراه قد تصل الى 120 120 دقيقه، وقد تصل الى ضربات الترجيح ترجيح. صحيح. لكن خلينا في المباراه نفسها، ما هي الاوراق الهامه؟ انا ما بقولكش في حاله الفوز او الله يقدر متاخرين، ما هي الاوراق الهامه اللي شايف انه كولر عليه واجب انه يستعملها في المباراه؟ عمر كمال من الاوراق الهامه عمر جدا، كمال، اعتقد ان نعم احنا اتكلمنا ان الجبهه اليمين هتبقى مضغوطه ومركزه نعم دفاعين شويه، لكن في بعض الاوقات انت هتحتاج انك تشغل الادريسي، ايوه هتحتاج ان انت تضغط شويه وان انت تغير طريقه لعبك في جبهه من الجبهات، علشان بدل ما انت اللي تستقبل اللعب وانت اللي تمنعه كمدافع، انت اللي نعم تشغله بالدفاع. فعمر كمال طبعا هيبقى ورقه مهمه جدا. الوينج اللي هينزل سواء زي ما قلنا لو بيرسي كاسي او تاو بره او كار لو او رضا، طاهر بره نعم او رضا سليم، طبعا نعم الوينج اللي هينزل هيبقى دوره كبير جدا جدا، هيبقى نازل فريش، هيبقى نازل قاري الملعب، ده دور مهم جدا جدا. زي ما قلنا برضو ان بعض النقطه بتاعت اخر 15 20 دقيقه للعيب نعم مهم جدا برضو، شخصيه اللعيب بيلتزم بتعليمات المدير الفني، لكن مهم اللعيب قاعد بيتفرج بره، ما هو قاعد على الدكه بيتفرج وبيقرا الجيم، نعم فالوينج اللي هينزل هيبقى قاري الباك بالمساحات اللي اتكلمنا عنها والمشاكل اللي عندهم، فاعتقد الوينج هيبقى دور هل مهم. من مصلحتنا ان احنا نوصل المباراة لوقت اضافي؟ ما انت مع لا والله يكرمك. لا لا خلينا عايز تخلص. يعني اكيد، لان خصوصا ان انت في ماتش، يعني لو ربنا كرمك وكسبت ان انت شاء عندك الله. ماتش تاني، فالماتش التاني ده برضو ليفل مختلف، نعم فاعتقد ان انت الافضل طول ما عندك، هي وجهة نظري كده، طول ما عندك فرصة ان انت تريح نفسك جوه الملعب، تخرج من غير اصابات، تكسب مكسب مريح، امورك تبقى طيبة، لازم تستغل الفرصة دي يعني بقدر كبير جدا، بالنص فرصة تحارب عليها. يعني استكمالا لحته فاروق دي يا كابتن شوبير سريعا، ماتش العين مثلا عمر كمال وقفشه نزلوا كبدلاء، نعم هم عينهم مركزين في الماتش بتاع، عملوا كوره واحد صح راح ضغط وسام صح لعباله، التاني جري خد ضربه جزاء، قفشه راح تك جون، ختمت الماتش بحاجه كويسه الناس بتفتكر بيها السيناريو الجميل ختم. صحيح فدايما ان انت تبتدي كويس، تستغل الفرص بشكل امثل، تخلص الماتش تبتدي ترتاح من غير تلعب من غير ضغوطات، ده اولا بيريحك، ثانيا بيدي رساله للي جاي ان انت فايق، اخيرا ان انت، انا يعني احنا كلنا مركزين مع ماتش باتشوكا، ولكن لازم نحلم، نعم نحلم ان احنا نقدر لا نعدي ده ونروح انا نهائي. لازم لا هحلم انا قصدي الاول في بالتركيز. باتشوكا.